ناس تدعموني عضو المكتب الوطني الاتحاد الوطني للشغل المغربي. اليوم كيعقد الاتحاد الجهوي بالرباط سلا القنيطرة مؤتمره الإقليمي تحت شعار معا من أجل إرساء تنظيم نقابي مناضل ومسؤول بإدارات ومقاولات العاصمة. طبيعة الحال الاتحاد الوطني هو كيحترم الديمقراطية الداخلية، وبعدما استوفى المكتب الإقليمي السابق المدة ديالو، اليوم في إطار جديد ديال القيادات غادي نعقدوا إن شاء الله المؤتمر ديالنا لإفراز قيادات جديدة غادي تقود هذا التنظيم هذا من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة ديال الشغيلة الرباطية والصيانة ديالها بإذن الله. بطبيعة الحال حنا كان بودنا أن جميع المناضلين والمناضلات اللي كاينين في الرباط يحضروا، ولكن ما كاين حتى شي قاعة اللي غتجمعهم كاملين. هادشي باش ارتئينا نصبوا مؤتمر وليس جمع عام. المؤتمر يعني كان فيه إفرازات باش على الأقل يكون واحد العدد اللي هو متحكم فيه في وسط من القاعة، ولكن في نفس الوقت يمثل الديمقراطية الحقيقية اللي كيأمن بها الاتحاد الوطني للشغل المغربي. بعد هذا المؤتمر إن شاء الله بإذن الله غادي يكون واحد المجموعة بإذن الله واحد المجموعة ديال لقاءات تنظيمية باش غادي نسو المكاتب المحلية اللي كتكون تابعة للمكتب الإقليمي. بعدما كان عندنا الاتحاد الجهوي كان أسس وكان جدد الهياكل ديالو، دابا اليوم المحطة ديال الإقليم، ومن بعد غتكون المحطات اللي كتكون محلية باش في كل مقاولة أو لا في كل إدارة مركزية غيكون فيها هذا نفس النسق ديال الديمقراطية وتجديد ديال الهياكل ديالها باش يمكننا في الإطار ديال هذا الاستمرار هذا التداول ديال التداول ديال اللي كتكون دي في القيادات ما بين اللي كيأمن بها الاتحاد الوطني للشغل المغربي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.